السلام عليكم طلاب، وياكم علي حسين فارس. بهذا الفيديو راح نحكي عن الكونيك بين، ونحكي عن السنسيتايزيشن، تمام، وشلون يصير الكونيك بين. زين، بداية المحاضرة اريد احكي لكم شوية عن انواع الكونيك بين. احنا راح نقسمه الى نوسيسبتيف بين، وراح نقسمه الى نيوروباثيك بين شباب، تمام. هذني تو برود كاتيجوريز اوف كرونيك بين، يعني هذني التقسيمات الرئيسية. زين، شنو النوسيسبتيف بين وشنو هو النيوروباثيك بين؟ زين، نفرض واحد هنا انا عنده روماتويد ارثرايتس. زين، هاي شوف ايش السبتاني جوينت، هنقول هاي جوينت. زين، هذه هنا جوينت، هنقول ني جوينت، وعنده روماتويد ارثرايتس او عنده اوستيو ارثرايتس، هنقول عنده اوستيو ارثرايتس، فعنده شنو؟ جاي يصير ديجنريشن بهاي الكبسول مال الجوينت، فشو يصير عنده؟ يصير عنده الاوستيو ارثرايتس. من يصير هذا المرض اكيد لازم اكو خلايا مناعيه، واكو انفلاماتوري بروسس جاي يصير هنا، تمام، وتفرز انفلاماتوري ميدياتورز وسايتوكينز. زين، احنا في هاي السوالف كلها ممكن تحفز لنا الاحساس بالبين عن طريق شنو؟ الفايبر يجي هنا، هنا سي فايبر الكرونيك بين يصعد لعلم. ليش قلنا كرونيك بين؟ خلينا نقول اكيوت. هنا هو شنو هذا المرض؟ هو كرونيك ديزيز، فاذا شنو؟ اذا هو كرونيك بين، تمام. زين، هذا السي فايبر يصعد لعلم الكودكس وراح يعطينا الاحساس بالبين. هذا شنو سالفته؟ هذا هنا انا صحيح قلت هو كرونيك ديزيز، يعني ما له كيور، يعني ما له علاج نهائي، بس شنو اقدر اعطيه؟ مهدئات مخف، يعني تخفف هذا الاحساس بالبين مالته، تمام. اذا هذا اقدر اني، يعني شلون اقدر اوخر هذا الاحساس بالبين؟ عن طريق شنو؟ عن طريق احاول معالجه هذا الديزيز او ريليف، يعني انا قلنا هذا مو كيور، يعني ما اقدر اعالجه بشكل نهائي. هذا يسموه نوسيسبتيف بين شباب. زين، يعني هذه هنا هي النوسيسبتر. هو شنو النوسيسبتيف؟ من جت هاي التسميه؟ جت التسميه هاي من النهايه الاندنج مال هذا النيرف فايبر، خلينا نقول هذا السي فايبر، الاندنج مالته بيها شنو؟ بيها نوزي سبترز، هاي وياها. هذن هن موجودات راح تحفزن للبين، اذا انا يحفزن شنو؟ الانفلاميشن، ويعطيني بين. اذا اوخر الانفلاميشن شنو؟ خلاص بعد ما يتحفزن. هذا نوزي سبترز. انه حاليا نيوباثيك، النيوباثيك شنو هو؟ النيوباثيك بين هنا أنا ما عندي لا انفلاميشن ولا اي مشكله، تمام؟ يعني ما عندي مرض بس عندي بين، هذا يسموه نيوباثيك بين. هذا شيء يصير؟ يصير مثلا ديسفانكشن بالنيرف، يعني اكو فد نيرف دامج، النيرف هو اصلا منتهي، فراح يعطيني بين، وهذا البين يكون كرونيك واني ما اقدر اعالجه. ليش ما اقدر اعالجه؟ لان انا ما عندي ديزيز اعالجه، تمام؟ ما عندي هذا ديزيز اعالجه. اذا هذا نيوروباثيك بين شباب. من جت تسميه نيوروباثيك؟ لان هو قلنا من يصير فد دامج الى نيرف معين. زين، هاي شغله. الشغله الثانيه، شوف يعني هذا النوسيسبتيف بين ممكن نلقاه موجود. وين نلقاه؟ ممكن نلقاه موجود بالاكيوت بين. ليش نلقاه موجود بالاكيوت بين؟ احنا مو قلنا هذا البين يروح مجرد نوخر الديزيز؟ الاكيوت بين هو اصلا مؤقت، فممكن الاكيوت بين يكون نوسيسبتيف، يعني الاكيوت بين مستحيل يكون نيوروباثيك، تمام؟ ممكن يكون نوسيسبتيف. ليش؟ لانه هو الاكيوت بين راح يكون مؤقت، يعني فد يعني ثواني معينه ويروح خلاص، فهذا منه نوسيسبتيف لانه مؤقت، تمام؟ بس الكرونيك لا، ممكن يكون نوسيسبتيف، اقدر اوخر. اذا اوخر الديزيز ممكن شنو؟ ممكن يكون نيوروباثيك. هسه هذه الفرق بين النوسيسبتيف والنيوروباثيك بين. زين، خلينا نحكي شويه، نذكركم بالمقارنه او بالفروقات بين الاكيوت والكرونيك بين شباب. اول شيء نجي الاكيوت بين، قلنا يكون نوسيسبتيف. النيوروباثيك، العفو، الاكيوت والكرونيك، الاكيوت يكون نوسيسبتيف، والكرونيك شنو يكون؟ ممكن نيوروباثيك، ممكن شنو؟ ممكن يكون أي ايضا يعني نوسيسبتيف، تمام. زين، جيد. الاكيوت بين، الاكيوت بين اكو سبب، يعني تمام، اكو فد انفلاميشن، بما انه قلنا نوسيسبتيف لازم تقول اذا انه اكو سبب، تمام. بما انه قلنا نوسيسبتيف اذا اكو سبب، بس يروح السبب خلاص البين يروح. الشنو الكرونيك بين خلاص ما بي شنو؟ ما بي، يعني ممكن سبب يكون اذا كان الكرونيك مثلا روماتويد او اوستيو ارثرايتس، ممكن شنو؟ ممكن هم ما بي، ممكن ما بي سبب اللي هو النيوروباثيك بين. زين شباب، الاكيوت بين هذا يفيدنا احنا. ليش يفيدنا؟ مثلا من واحد حكيناها بالمحاضره السابقه، بالفيديو السابق، من واحد ينضرب برجله بقزازه او فشي، راح يساعد هذا البين على مود يوخر الرجله من مكان الاصابه، عم يسوي ريفلكس وذ دور ريفلكس. الكرونيك بين ما بي اي فائده، تمام. وهذا الاكيوت طبعا يبقى، يعني يبقى فتره مؤقته ويروح، والكرونيك شنو؟ ممكن يستمر وما يروح بعد، تمام. زين، ممتاز.
فهسه هي هاي اللي عندنا حكينا شوي عن النوسبتيف عن النيوباثيك بين، وحكينا شوي عن الفروقات الموجوده بينات ان شاء الله. زين هسه نروح على السنسيتايزيشن. اول شيء هيت احكي لكم سالفه ليش يصير، قبل لا ليش يصير، هي اصلا شنو السنسيتايزيشن. زين شنو هي السنسيتايزيشن شباب؟ نجي السنسيتايزيشن، من اقول سنسيتايزيشن معناها شنو؟ معناها انا هنا عندي هذا النيرف، خلينا نقول هذه هنا بري سينابتيك تيرم، شو سميت نسف بري سينابتيك، وهنا عندي هنا بوست سينابتيك شباب. زين وهذا هنا النيرف. من اقول سنسيتايزيشن معناها انكريز السنسيتيفيتي، زياده الحساسيه مال هذا النيرف او هذا الى نقل اكشن بوتنشال. يعني بالملخص شنو؟ بالملخص انه راح يزداد الاكشن بوتنشال، راح يزداد الاكشن بوتنشال اللي راح ينتقل عن طريق هذا البوست سينابتيك يروح لمن؟ لل شو اسمه؟ الى يعني الكورتكس، هو يصعد الاماكن مالته. هسه هاي شلون تصير عندها في ميكانيزم معين هسه نحكيها، بس هاي سالفه السنسيتايزيشن. زين فهسه واحد يقول لي اذا احنا عندنا بين، هاي مثلا هنا سكين تمام، خلينا ننزل هاي جوا شويه، خلينا نقول هنا عندي هاي فد منطقه بالسكين اوكي، وهنا ضابط فد شيء بيها، راح يجي ينتقل البين عن طريق هذا الفايبر ويروح يسوي سنس تمام، بس عملت سنسيتايزيشن. فبمعنى شنو؟ بمعنى ثاني انه اني راح ازيد الاحساس بالبين عن طريق هاي العمليه. زين ليش اسوي هاي السالفه؟ احنا حكينا البين مودوليشن تمام، هناك بالبين مودوليشن كنا نقلل الاحساس بالبين، هنا بالسنسيتايزيشن بالعكس هاي نزيد الاحساس بالبين. ليش نزيده؟ نزيده على مود يعني اكو شغلتين مهمات. الشغله الاولى شباب احنا ليش نريد نزيد الاحساس بالبين؟ على مود نعطيه هذا، نعطيه اهميه، نعطيه برايورتي تمام شباب، على مود نعطي اهميه هذا البين من يصعد للكورتكس، على مود يكون احنا من راح نزيد نسوي سنسيتايزيشن راح يزيد الاكشن بوتيشن من تقله، فهذا راح يصعد للكورتكس بشكل اكبر، يعني يكون سترونج. على مود هذا نعطي اهميه، على مود ما ينهم، على مود هذا البين ما ينهم كاي احساس عادي ونهمنا تمام، على مود هذا البين يكون عنده اهميه يروح للكورتكس والكورتكس يشوف ايش يتصرف على حسب المسبب مال البين. هاي الشغله الثانيه الأولى عفوا. الشغلة الثانية شنو هي؟ ليش نسوي سنسيتايزيشن؟ الشغلة الثانية على مود شنو؟ على مود إذا واحد قاعد مثلا حاط رجله على نار، هنا البين ستيميليشن راح يجي من رجله يروح الكورتكس راح يكون كلش قوي، يصير عمل سنسيتايزيشن هاي. ليش يصير هذا البين قوي هنا؟ على مود هو يقوم من يعني يوخر رجله من مكان النار أوكي، وعلى مود يحميها بعد، مو بس على مود يحاول يحميها، ان هذا المكان صاير يوجع، فلازم هنا شنو؟ يعني نقول مثلا هنا بروتكت المكان مال، فلازم هنا يكون البين يكون يعني سنسيتايز، يسوي سنسيتايزيشن بال سواء كان بريفرا سنسيتايزيشن هسه نطبيها او سنتر سنسيتايزيشن، اللي هي يعني تهدف بالحالتين راح تهدف الى هدف واحد اللي هو شنو؟ زيد السنسيتيفيتي اوف بين ستيميليشن، زيد الاحساس بالبين. زين جاي هسه شنو؟ خلينا نجي نشوف البريفرال ونجي نشوف السنترال. شوف يعني نفرض هذا هنا في التشو وصار تشو انجري تمام؟ من يصير تشو انجري، من يصير تشو انجري راح تجي خلايا مناعية زين؟ راح تفرز خلايا، راح تفرز السيتوكينات، راح تفرز مثلا عندنا البراديكاينين، راح تفرز هالسيروتونين، راح تفرز البروستوغلاندين، بوتاسيوم راح يطلع ايضا زين، هذا يكون راح يطلع من شنو؟ من هاي الخلايا اللي راح تجي المكان الاصابه. زين هذني الخلايا، شوف هذني السوالف ايش راح يسوون؟ طبعا مو بس هاي او خلينا نكمل يلا. زين هذني الاشياء اللي راح ينفرزها بمكان الانفلاميشن راح يجي هذا النيرف، شلون شنو هذا النيرف شباب؟ شوف هسه احنا مو عندنا هذا هنا سباينال كورد، وهذا هنا التشو خلينا نقول زين، هذا هنا النيرف جاي يجي ينتقل يروح هنا، خلينا نقول هذا السي فايبر. زين نسوي هيك، هذا هنا هو السي فايبر. زين شباب هنا السي فايبر هذا هنا شو يسموه؟ هاي النهايه مالت التيرمينس. زين هذا هنا قلنا السبتات. جيد هسه هاي واضحه لحد هسه، ايش راح يسوي بالبريفرال سنسيتايزيشن؟
راح نجي نزيد السنسيتيفيتي مال هاي الريسبتورات مال الاندينج، الاندينج مال الفايبر، الاندينج جاي هاي، الاندينج مو هاي، الاندينج هاي من هنا زين، راح نزيد السنسيتيفيتي اوف ذا اندينج للبين. فهنا البين اللي موجود هنا، البين اللي موجود هنا هذا هنا خلينا نقول ستيمولس بين زين، راح ينقل بشكل اكبر عن طريق هاي العمليه. زين هاي العمليه شلون تصير؟ تصير عن الطريقه الاتي، خلينا هاي الصوره زين، ما اعطي مو مشكله، خلينا نجي نشرحها هنا. هنا شباب احنا مو عندنا هذا النيرف تيرمينال، احنا عندنا شنو اذا نكبر راح نلقاه زين. احنا هنا عندنا شنو؟ عندنا هنا صوديوم شانل، وعندنا خلينا نقول بوتاسيوم وكالسيوم شانل. ايش راح نسوي هنا شباب؟ شوف يعني راح نجي نزيد دخول الصوديوم المن الى داخل النيرف زين. انا من ازيد دخول الصوديوم معناها الصوديوم موجب، معناها ايش راح اسوي؟ معناها راح ازيد البوزيتيفيتي، واحنا نعرف سابقا انه اذا نزيد البوزيتيفيتي راح يتحرك تجاه الثريشولد زين شباب، راح يتحرك تجاه الثريشولد زين. من يتحرك تجاه الثريشولد شنو؟ يعني راح نزيد الاكشن بوتنشال تمام. فهو هذا راح يصير هنا، هذه السيتوكين الفازات والبديكاينين وهذين الاشياء، البوتاسيوم طبعا، البوتاسيوم هذا يعني اهم له دور زين، وهذا السيروتونين مثلا، هذين كلهم راح يسوون هاي العمليه. راح يجي هذا هنا النيرف عندك شباب يزيد السنسيتيفيتي مالته عن طريق شنو؟ عن طريق انه يحفزن الصوديوم شانلز يا شباب تمام؟ جيد. وبعد يا شنو ويا الصوديوم؟ بس احنا حفزنا الصوديوم شنو؟ وشنو؟ ودخل الصوديوم وزوينا سوينا اكشن بوتنشال. زين نحفز ممكن الكالسيوم شنو شباب؟ ليش نحفز الكالسيوم شنو؟ الكالسيوم مثل ما تعرفون الكالسيوم هو اللي يحفز الريليس اوف ذا نيورون ترانسميتر من النيرف اندينج. فاحنا اذا هنا اذا نحفز الكالسيوم راح يطب الكالسيوم، وهم راح شنو؟ هم راح يعني يسهل خروج النيورون ترانسميتر من النيرف اندينج تمام؟ بهذا بالتالي ايش راح يؤدي؟ راح يؤدي ايضا الى الزياده بال سنسيشن تمام. هو اصلا الكالسيوم بوزيتيف، يعني ايضا راح تزداد هاي الثريشولد. فهاي شو يسموها السالفه؟ هاي يسموها بريفرال سنسيتايزيشن تمام؟ زين. فهسه احنا ليش سميناها بريفرال؟ لان جاي نحكي بالبريفرال تيشو، جاي نحكي هو بالتيشو نفسه اللي صار بيه الانجري، جاي نحكي بالنيرف هاي التيرمينال مالته تمام شباب؟ زين هسه هاي بريفرال سنسيتايزيشن. نروح على السنتر، شوف يعني السنتر سنسيتايزيشن بيها شغلتين شباب. السنتر، خلنا نطفي هذا المايك زين. جيد. السنتر سنسيتايزيشن بيها شغلتين، بيها شغله يسموها وايند اب فينومينا، وبيها شغله يسموها هيتروسينابتيك فاسيليتيشن زين. اول شيء انا جاي اقول سنتر سنسيتايزيشن وين جاي احكي شبابنا؟ جاي نحكي بالسباينال كورد ممتاز. جيد. جاي نحكي بمن؟ يعني هو سنتر بالسنتر نيرف سيستم، اذا جاي نحكي بالسباينال كورد مو بالفاري. هاي شغله ايش تشمل؟ قلنا تشمل وايند اب وتشمل شنو؟ هيتروسينابتيك فاسيليتيشن. نجي نحكي على وايند اب فينومينا، احنا حكينا عليها فيديو سابق زين. شوفوا هسه انا شو راح احكي لكم، هذا مو النيرف نفسه اللي هنا، هذا مو راح يسوي ساينابس هنا ويا هذا البوست سينابتيك وهذا ينتقل. راح نحكي بهاي المنطقه، راح احكي انا بهاي المنطقه بهاي الصوره اللي راح تشوفوها. خلينا نجي نحكي هو النورمال ايش يصير هسه. هاي النيرف هذا بري سينابتيك وهذا بوست سينابتيك، نورمال ايش يصير؟ عندي هنا فد نيورون ترانسميتر، المهم هو الجلوتاميت والسيرو سبستانس بي زين. يجيني هذا الجلوتاميت يحفز يا قناه، يحفز الاي ام بي ال ريسبتور. هاي متحفز ايش راح يسوي؟ من تتحفز هاي القناه راح يؤدي الى زياده دخول الكالسيوم الى داخل شنو؟ الى داخل البوسينابتيك زين. الكالسيوم ايش راح يسوي؟ الكالسيوم راح يجي يحفز لنا قنوات الصوديوم الموجوده بالبوسينابتيك، فهذا ايش راح يؤدي؟ يؤدي الى دخول الصوديوم، ايش راح يسوي؟ يؤدي الى دخول الصوديوم كميه اكثر، فهذا الصوديوم يزيد الاكشن بوتنشال تمام، وراح يصير اكسايتيشن. هسه هاي شنو؟ هاي الجلوتاميت، هاي الامبر ريسبتر زين. الان ام دي ال ريسبتر شنو سالفتها؟ هاي اذا كان ستيمولس بعدها بالبدايه تكون شنو؟ هاي تكون بلوك باي مغنيسيوم ايون مسدوده هاي هسه زين ممتاز. هاي الجلوتاميت نجي على السبستانس بي، هاي تحفز في شيء اسمه نيوكاينين ريسبتورز تمام.
هذا النيوكلين يتحفز ايضا راح يحفز الصوديوم كنا، وهم راح يحفز دخول الصوديوم الى داخل البوسينابتيك ممبرين. زين هسه انا حكيت بعدني حكيت بالنورمال شو يصير بعدني، وهي عفوا مو نورمال بس حكيت قبل لا يصير الوايند اب فينومينا، يعني قبل لا يصير السنسيتايزيشن. تمام شباب؟ زين من يصير السنسيتايزيشن شلون او ليش يصير هنا؟ أنا هذا تجي البين سيجنال تبقى مستمره وتبقى طويله، وراح يعني فتره طويله تبقى. ايش راح يصير؟ هذا الاستيميليشن الهوايه تمام، التحفيز الزايد للاي ام بي اي ريسبتر راح يجي يوخر المغنيسيوم اللي كان هنا، اللي كان هنا مثل ما نشوف، فالمغنيسيوم من راح يروح. ايش راح يصير بالان ام اي دي اي ريسبتر؟ الان شو المشكله هاي الان ام دي اي ريسبتر ايش راح يصير بيها؟ راح تتحفز وراح تدخل لي الكالسيوم، فصار عندي شغلتين جاي يتحفزني، وهذا الكالسيوم الداخل شنو هو؟ ايش راح يودي؟ عافيه الى الصوديوم، دخوله من الى داخل الخلية. تمام؟ زين. هسه هذه هي يعني الوايند اب. تمام. هنا ايش صار عندي؟ يعني انا من زيت الكالسيوم الداخل لهنا، ايش صار عندي يعني؟ تمام؟ ايش صار عندي؟ صار عندي increase in the action potential اللي تمشي بالبوست سينابتيك ممبرين. شباب increase بالاكشن بوتنشال اللي تمشي بالبوست سينابتيك ممبرين، وهذا راح يؤدي الى شنو؟ الى بما انه جاي يزيد الاكشن بوتنشال فجاي يزيد الاحساس بالبين، فراح يزداد الاحساس بالبين ويروح المن الى الكورتكس، وراح شنو؟ وراح يصير الى sensitization يعني increase in sensitivity للبين. تمام؟ بس هاي تصير سنتر. ليش سنتر؟ لان قلنا تصير على ليفل السباينال كورد. شباب تمام؟ وهاي تصير بالريفر، تصير بالريفر تشوف بس نهاية تؤدن إلى هدف واحد. زين ممتاز. فهسه شنو الميكانيزم مال السنتر سنسيتايزيشن؟ قلناها أول شيء تحفز ال ان ام دي ال ريسبتور، وعرفنا شو يصير من تتحفز. زين اوكي اكو شغلة ثانية خلينا نحكيها. تمام شوف يعني هسه احنا حكينا على وايند اب فينوم، نحكي على الهيتروسينابتيك فاسيليتيشن. زين هنا نشوف يعني بما انه جاي ازيد السنسيتيفيتي مال البين، ايش راح يصير؟ احنا هنا بالسكن يا شباب احنا مو عندنا سي فايبرز. تمام عندي هنا فايبر ثاني اسمها الفا بيتا فايبر، خلينا نسمي باللون هذا الفا بيتا فايبر. هاي الفا بيتا وهاي خلينا نقول سي فايبر. الالفا بيتا هاي تنقل احساس نون بينفول ستيمولاي، مثلا واحد قاس شغله يعني فد احساس يسموه ميكانيكال ستيمولاي. تمام هذا ينقل عن طريق هاي الفا بيتا فايبر. هنا من راح يصير سنسيتايزيشن؟ راح يصير حاله يسموها الودينيا. الودينيا شو يسموها؟ الودينيا. شنو الودينيا؟ الودينيا انه هاي الالفا بيتا فايبر هاي هي المفروض تنقل احساس يكون غير مؤلم. هنا بهاي الحاله راح تنقل احساس مؤلم، هاي بالسنتر سنسيتايزيشن. تمام راح تنقل احساس مؤلم. ليش تنقل احساس مؤلم؟ تنقل احساس مؤلم لان شنو؟ لان صار هذا اللي يعني لان صار هاي هنا بهاي المنطقة، يعني شلون نقولها انه صارت المنطقة كلش سنسيتايز المن للبينفول ستيمولاي، فراح تصدف انه راح يجي نون بينفول ستيمولاي، راح يجي هاي ايضا هم راح يحفزها. تمام؟ راح يجي يعني هسه ميكانيزم يعني انه ليش احفزها هيك، يعني هاي السالفة متفيدنا كلش، بس مهم نعرف انه نتيجة هاي السنسيتايزيشن، نتيجة هاي السنسيتيفيتي انكريز ان ذا سنسيتيفيتي اوف بين، يعني الاحساس بالبين راح يجي هنا انه فشي يكون نون بينفول راح يحفز البين. تمام هاي الحاله يسموها الودينيا. ممكن شيء يصير، ممكن يصير فشي اسمه هايبر. طبعا الودينيا يعني ايش راح يصير؟ يعني مثلا يجي مثلا يدقم قميصه راح تقوم مكان يوجع، هذا مثلا صدره يوجع. تمام يلبس فشي يقوم هذا في مكان يعني هو الشيء اللي لبسه راح يبدي يوجع، ومفروض واحد يلبس هدوم ما توجع هدومه، لان هذا يسموه ميكانيكال ستيميوليشن، بس هنا راح تقوم توجع لان صار عندنا هاي سنتر سنسيتايزيشن. زين هاي شغله. بعد اكو شغله يسموها هايبر الجيزيا. شنو هايبر الجيزيا؟ يعني انكريز ان ذا بينفول، هي نفس الحكي انكريز ان ذا بينفول ستيميوليشن. تمام زين ممتاز. ايضا يعني هو انكريز ان ذا نمبر اوف ذا اكشن بوتنشال. تمام هسا اذا هاي هي السنتر سنسيتايزيشن. احكينا السالفات اللي بيها او السوالف اللي بيها، قلنا بيها وايند اب وبيها هيتروسينابتيك، وحكينا ايضا على اللي شنو على الميكانيزم اللي جاي يصير بيها السنتر سنسيتايزيشن. تمام شباب زين. هسا قبل لا
ننهي المحاضرة، أريد أحكي لكم شوي عن الريفيرتبين. شنو سالفة الريفيرتبين؟ الريفيرتبين هو ألم راح ينتقل من مكان لمكان ثاني. شلون؟ خلينا نقول واحد مثلا عنده فد مشكلة بالهارت، تمام؟ الهارت يعتبر فيسرا، فراح يجي البين ينتقل عن طريق النيرفات الموجودة على الهارت، يروح المل السباينال كورد. هذا شيء يسموه شو؟ هذا يسموه فيسرال بين، تمام؟ شيء يسموه فيسرال بين. ليش؟ لأنه هو أصلا جاي من الفيسرا، اللي يسموه فيسرال بين. ممتاز. راح يجي هذا الفايبرات مال هذا الفيزرال تشو، يعني هذا الهارت راح يجي يروح على المال السباينال كورد. زين، ممتاز. هنا بنفس هاي المنطقة راح تجي فايبر مال بين، مين تجي؟ مين السكن، ايضا تجي للسباينال كورد، تمام؟ زين، هذني اثنين مو راح يجين، هذا اجاني، هذا اجاني من الهارت وهذا اجاني من السكن، راح يسوون في شيء اسمه كونفيرجنز، راح يجين اثنيناتهم يرتبطن هنا، تمام؟ ويصيرن فد شيء واحد، هاي يسموها شنو؟ كونفيرجنس، شباب. زين؟ فهنا راح شلون يختلط السنسيشن؟ فالسنسيشن الجاي يجي عن طريق الهارت، راح ينخبط ويا البين فورس، يعني البين فايبر الجاي من السكن، البين فايبر من الهارت والسكن راح ينخبطن، تمام؟ هذني اذا انخبطن ايش راح يصير؟ راح يسعد هذا الثلاموس، راح ينمل الكورتكس. هنا البين مالتنا ما راح يعرف هذا البين اجاني من الهارت لو اجاني من السكن، فايش راح يسوي؟ راح يعني يحفز الاحساس بالالم بالسكن وبالفيزرا، بالسكن وبالفيزرا. لذلك مثلا اذا واحد عنده مثلا مايكارد انفكشن، راح يصير عنده بين بالتشيست اللي هي منطقه مالته، يعني مال الهارت. زين، وبنفس الوقت، بنفس الوقت ايش راح يصير؟ راح يصير بين بالشولدر، اللي هي شنو هي؟ هو هذا السكن مال الشولدر، راح يجي تمشي الفايبرات مالته وهي هاي مال الهارت، راح ينتقل الم هناك. طبعا هي بيها عده نظريات واغلبها ثيوري، يعني ما متأكد منها هي صحيحة كلش أو لا، بس هاي النظرية يعني هاي هي الأساس. زين، هم بقى شنو الأشياء البقية؟ شوف، يعني هذا هنا الكونفرجنس قلت لكم عليه ممكن يصير على مستوى شنو؟ الأكزون. يعني شنو على مستوى الأكزون؟ يعني هذا هنا، هذا هنا السباينال كورد. زين، هذا هنا جاي من الهارت خلينا نقول، وهذا جاي من شنو؟ من السكن. راح يسوون كونفيرجن قبل لا يطبون السباينال كورد، هذا يسمونه اكزون ريفلكس على مستوى الاكزون، تمام؟ زين، ممكن يسوون كونفيرجن، ممكن شنو؟ ممكن خلينا نمسح هاي هسه، ممكن ذني راح يطبن هنا، شوف عيني، وراح يسوون يعني كونفيرجن على هاي النيورون، يعني هي اثنيناتهم راح يصير كانه البوست سينابتيك نيورون مالتهم واحد، خلينا نقول هيك عمود نفهمها، فهاي ايضا تعتبر نوع من انواع الكونفيرجن. شو يسموها؟ يسموها كونفيرجن بروجكشن. شوفوا هذا جاي من السكن، هذا جاي من الفيزرا، راح يروحون على هاي المنطقه، هاي بالدوز هون، يعني وين؟ بالسباينال كورد، تمام؟ اللي هي خلينا نقول بوست سينابتيك ممبرين، راح يسوون كونفيرجن عليه. طبعا كونفيرجن شنو معناها؟ معناها انه يعني راح يقلن بالعدد، يعني شلون يتحدن الى واحد. زين، ممكن هذا الكونفيرجن ما يصير هنا، ممكن يصير في شيء اسمه كونفيرجن فاسيليتيشن. شنو هذا الكونفيرجن فاسيليتيشن؟ هذا جاي من السكن وهذا جاي من الفيسكوس، راح يجن الجاي من السكن يروح على البوست سينابتيك مالته ويروح ينتقل، الجاي من الفيزرا او الفيسكوس، يعني هذا ايش راح يجي؟ راح يجي يسوي فاسيليتيشن، يعني ما راح يرتبط بهذا مباشر، لا بشكل غير مباشر يسوي فاسيليتيشن للمن الى هذه النيورون اللي شو يسموها؟ يسموها بروجكشن نيورون، شباب يسموها بروجكشن نيورون، فراح ينتقل البين، هاي يسموها كونفرجن فاسيليتيشن. هاي طبعا كلها ثيوريز، واكو بعد بس هن اكو بعد ممكن بالثلاموس، تمام؟ بعد ممكن شنو؟ يعني هو احنا مو نعرف يصعد البين فايبر للثلاموس مثل ما اخذنا بالفيديو السابق، ممكن بالثلاموس يسوون كونفيرجن ويساعدون الكورتكس على انه فايبر واحد في الكورتكس ما يميز. زين، ممكن في شيء ثاني، ممكن يعني هايبر اكزايتابلتي بالبرين، هذا يعني في شيء يعني ما معروف ليش يصير، فيسموه هايبر اكزايتابلتي. زين، فهنا ان شاء الله شباب تكون هاي الامور واضحه عليكم. اي سؤال عندكم اسالونا على الخاص او لا تحبون بالتعليقات، واعطونا رأيكم بطريقة الشرح هاي. ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جاية، ومع السلامة.